في بداية هذه الندوة التي خصصتها جامعة عدن لمناقشة القرصنة البحرية ومخاطرها على الاقتصاد والأمن الدولي والأقليمي. يطيب الترحيب بكم جميعا في هذه القاعة في كلية الطب جامعة عدن لاستضافة هذه الندوة الأكاديمية. الأخوة الحاضرون، تظل الجغرافيا قدر الأمم التي لا فكاك منه، فبلادنا لم تكن يوما سعيدة أو حزينة إلا واتصل الأمر بشكل وثيق بما تتربع عليه من بقعة جغرافية صبغت عليها أهمية استراتيجية فريدة. وفي ضوء المتغيرات المحلية والأقليمية والدولية وتبدلات السياسة والاقتصاد التي تعتري النظام العالمي الآخذ بالتشكل وما تتمخض عنه من تحولات استراتيجية في موازين القوى ومناطق النفوذ، بدأ ملحن على جامعة عدن فتح ملف باب المندب والممرات المائية اليمنية. هذا الملف تحديدا هو مصدر الأهمية التي حظيت بها بلادنا قديما وحديثا. إن توافر بلادنا على ثالث أهم معبر مائي في منطقة الشرق الأوسط، منجم الطاقة الأول في العالم، جعلها في طليعة المتأثرين من حالة اللا استقرار التي ضربت المنطقة وامتدت إلى الممرات المائية جنوب اليمن. فانقلاب العام 2014 قوض من قدرات الدولة ونقلها من معسكر الدولة المساهمة في الاستقرار والمتضررة من الفوضى إلى مربع الدولة المزعزعة للأمن الدولي والأقليمي. وهو ما دفعنا إلى دراسة مركبة للحالة البحرية اليمنية، حيث وجب علينا الوقوف عند أهم الأسباب التي هددت مصالح بلادنا في ممراتها البحرية، وأهم الأسباب التي حولت بلادنا إلى حالة منتجة لأزمات الأمن في الممرات المائية. وبناء عليه فإنه يمكن تقسيم التهديدات التي تحيط بالممرات المائية إلى ثلاثة مستويات رئيسية. أولاً، أعمال تخريبية سواء كانت جماعية أو فردية هدفها الكسب المادي الآني، وارتداداتها تكون بالعادة ذات أمد قصير ويسهل احتوائها بإجراءات أمنية. اثنين، عمليات إرهابية لها أهداف سياسية تقوم بها جماعات منظمة، وهذه العمليات تكون لها مفعول طويل الأمد كونها عمليات ذات بعد عقدي وسياسي. ثلاثة، عمليات عدائية تقوم بها دول تكون معادية أهدافها بالعادة جيوسياسية، وهذه العمليات يكون لها أثر تدميري كبير وطويل الأمد، وهي لا تأتي في سياق عمليات خاطفة بل في سياق حرب طويلة مثل ما حدث أبان الحرب الإيرانية العراقية. وإن كانت هذه الأعمال في بلادنا لم تحدث حتى الآن، فإن مؤشراتها تتوالى وتدفع كثير من الدول إلى تكثيف حضورها تحسب لأي طارئ، بما يسهم بشكل غير مباشر في توتير المناخ السياسي الذي يعود سلبا على فرص الاستثمار. وعليه فإنه يمكننا تلخيص التهديد المائي بثلاثة عناصر رئيسية: القرصنة، الإرهاب، الدول المعادية. وفي الحالة الأولى كانت الصومال أهم منتج للميليشيات والجماعات التي اتخذت القرصنة كوسيلة عيش لها بعد انهيار الدولة الصومالية، في حين مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أهم تجليات الحالة الإرهابية السابقة لجماعة الحوثي حاليا، حيث نقص كل المكاسب الاقتصادية والسياسية التي حاولت مراكمتها من خلال ممراتها المائية. وبعد أن تكررت عمليات استهداف السفن التجارية والعسكرية، دخل الاستثمار الاقتصادي في الموانئ حالة جمود طويلة، وبات الوجود الدولي الغالب هو ذات طابع عسكري بغية حماية السفن. وأخيراً، فإن إيران تشكل عنصر التهديد الأكبر جراء سياساتها العدائية ودعمها الكامل للمتمردين، وقد أسهمت أجندتها السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر في تلغيم المنطقة البحرية بحضور عسكري عزز من شأن الحسابات الجيوسياسية على حساب الاستثمار الاقتصادية، وبالتالي انعكست سلبا على البنية الاجتماعية والاقتصادية عبر طريق الحرب التي قضت على أركان الدولة والتي تؤدي إلى تهديد عسكري من المتمردين باستهداف سفينة الإغاثة الإماراتية وبعدها المدمرة الأمريكية مايسون، وذلك في مطلع أكتوبر من العام الجاري. حرصاً منا في جامعة عدن على أن تكون هذه الندوة
كالعادة ذات بعد أكاديمي نظري، وحرصنا أيضاً على تبيئة الأفكار لتكون أيضاً أكثر عملية، وذلك من خلال مشاركة المختصين من هيئة مواني خليج عدن بخبراتهم العلمية والعملية المتراكمة واللصيقة بموضوع هذه الندوة، وكذلك المشاركة المجتمعية من خلال الباحثين الشباب في المجتمع المدني عن طريق إضافة ورقة أعدها مركز عدن للدراسات والبحوث، وهي منظمة مجتمع مدني يمني مقرها في عدن يقوم عليها عدد من نشطاء الشباب. نتمنى لأعمال هذه الندوة التوفيق والنجاح في وضع مفاتيح لحل المعضلة، وإن من الناحية البحثية من خلال أوراق العمل والملاحظات المطروحة عليها من المشاركين. نشكر الجنود المجهولين الذين ساهموا في إخراج هذه الندوة من قياها بالأفكار إلى الواقع. الأخوة الوزراء، الأخ رئيس جامعة عدن، الأخوة الوكلاء، الأخ وكيل أول محافظة عدن، الأخوة الأساتذة الأجلاء، السيدات والسادة الحاضرون جميعا، أسعدتم صباحا. وفي بداية ودي أن أنقل لكم تحيات وتهاني فخامة الأخ المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى، وتمنيات لكم بالنجاح والتوفيق في هذه الندوة الهامة. كما أنه يسعدني ويشرفني أن أكون اليوم معكم في هذا الصرح العلمي الجليل الذي كان له دورا كبيرا في تأهيل وإعداد كثير من الكوادر التي منها من يتحمل اليوم المسؤولية. وتحية لكم جميعا مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق. وما من شك في أن هذه الندوة الهامة التي تتطرق إلى الممرات المائية وإلى باب المنتب بالتحديد، هذا الممر الذي يمتلك أهمية ليس فقط أهمية يمنية ولكنها أهمية دولية. هذا الممر يمر أولا أنه يربط بين الشرق والغرب، ثم أن هناك حوالي 50% من الطاقة من شريان الاقتصاد للعالم يمر عبر هذا الممر، إضافة إلى التجارة العالمية التي تمر عبر هذا الممر الهام. نعم، لقد حاولت كثير من القوى سواء كان الإرهابية أو القوى اليوم الانقلابية أن تؤثر على هذا الممر من خلال الاعتداءات التي تقوم بها بين الحين والآخر، لكنني أود أن أؤكد هنا بأن الممر مؤمن برجال جيشنا الوطني والمقاومة الشعبية، وبدعم وإسناد من الأخوة في التحالف الذين هبوا لنجدة اليمن. كل ما يقوم به الانقلابيون هي محاولات للتأثير على هذا الممر، وما من شك أن هذه المحاولات قد فعلا أدت إلى خسائر كبيرة لليمن. فخلال عام واحد فقط تقريبا بلغت تكاليف الخسائر التي
منيت بها اليمن خلال هذه الاعتداءات أكثر من 350 مليون دولار، إضافة إلى أن التأمينات بالسفن ارتفعت إلى أكثر من 400%، وخسر الصيادون في اليمن خسائر كبيرة بلغت أكثر من 250 مليون في العام الواحد. كل هذا يندرج في إطار الأعمال الإرهابية، الأعمال التي يحاول الإنقلابيون أن يمروا من خلالها إلى التأثير على الشعب اليمني. هذه القوى التي تحاول الانقلاب على السلطة أو انقلبت على السلطة وتحاول اليوم أن تعود إلى السلطة على جماجم اليمنيين، سالت الكثير من الدماء وما زالت الدماء تسيل، لا لشيء إلا لأنهم يريدوا أن يعودوا إلى السلطة، يريدوا العدول السلطة بطريقة غير شرعية بقوة السلاح، وهذا في تقديري أنه قد أصبح من المستحيلات، لأن الشعب اليمني قد عرف هذه المجموعة ولا يمكن أن تعود عجلة التاريخ إلى الوراء، لأن ما يحاولوا أن يعودوه هو عودتنا إلى الأمامة وإلى الملكية التي رفضها الشعب اليمني ورفضها أيضا العالم بكله. لا شك بأن الجميع قد سمع واطلع على ما يسمى بالمبادرة الأخيرة للمبعوث الدولي. هذه المبادرة المزعومة التي تجاوزت كل المفاهيم وكل الشروط التي كنا قد اتفقنا عليها مسبقا. هنالك ثلاثة مراجع حددت لأي حل في اليمن، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ومنها القرار 2216. والغريب في الأمر أنه قبل شهر واحد فقط كان المبعوث الدولي قد تقدم بمبادرة بعد انتهاء محادثات الكويت، وعلى الرغم من أن هذه المبادرة فيها كثير من الثغرات إلا أن الدول المشرفة على الحوار فرضت على الشرعية أن توقع على هذه المبادرة، وفعلا تم التوقيع عليها على اعتبار انهم سيضغطون على الطرف الثاني لكي يوقع على هذه المبادره. لكن اللي حصل شيئا عجيب، بدلا من الضغط على الطرف الثاني يوقع على هذه المبادره التي قد تم الاتفاق عليها، اذا مبادره جديده تجي تخرج عن كل الثوابت التي كنا متفقين عليها وما زلنا متفقين عليها. الأخوة الأعزاء، لقد رفض فخامة الأخ الرئيس هذه المبادرة كما سمعتم جميعا، وفي يوم الخميس أكد شعبنا في المحافظات المحررة على أنه مع رئيس الجمهورية يرفض هذه المبادرة، وأنه دعماً ومسانداً لقرار الرئيس في رفض هذه المبادرة التي تخرج تماماً من الحلول الحقيقية للمشاكل الموجودة في اليمن. وفيما يخص القضية الجنوبية فقد أقلقتها تماماً ولم تتحدث عليها حتى بكلمة واحدة، مع العلم بأن مخرجات الحوار قد أكدت على أن حجر الزاوية في حل مشاكل اليمن هي حل المشكلة الجنوبية. وبالتالي
أقول أن شعبنا قيادة وشعبا قد أكد على رفض لهذه المبادرة التي تجاهلت حقوق الشعب اليمني في العودة إلى السلم وممارسة حياته الطبيعية. مهما كان ستستمر المحاولات، لكن هنالك ثبات في التمسك بالثوابت الوطنية التي تم الاتفاق عليها في البداية مع بداية الحرب التي أشعلها الانقلابيون وما زالوا حتى اليوم. وحتى في هذه المبادرة التي هي مرفوضة، أقول لكم بأن الانقلابيين لا يمكن أن يسلموا السلاح، لأن السلاح في الأساس هو القوة الوحيدة التي تجعلهم يقتحمون وتجعلهم يحاولوا أن يسيطروا على السلطة بقوة هذا السلاح. بالتالي من المستحيل أن يوافقوا على أن يسلموا السلاح، لكن مع كل ذلك نقول أن المبادرة قد أفرغت عن محتواها، وبالتالي لا يمكن أن يوافق عليها الجانب الشرعي إلا إذا عادت إلى الثوابت الوطنية التي تم الاتفاق عليها. الأخوة الأعزاء، الأساتذة الأعزاء، بودي أن أعود مرة أخرى إلى موضوع هذه الندوة. هذه الندوة بالفعل نعلق عليها آمال كبيرة نحن في الحكومة. هذه الندوة نتمنى من خلال الأوراق التي ستقدم إلى هذه الندوة أن تخرج بحصيلة وبحلول أيضا يمكن الاستفادة منها في المستقبل. وما من شك اليوم فإنكم جميعا تدركون بأن البحث العلمي قد أصبح حجر زاوية في حل كثير من القضايا التي تواجه العالم ليس فقط في اليمن. اليوم الدول في العالم كله تعتمد على مراكز البحث العلمي في حل كثير من القضايا التي تواجهها. نحن لدينا العديد من القضايا المهمة التي تواجهنا والذي فعلا لم نستطع حتى اليوم أن نضع لها الحلول الصحيحة. من أهم هذه القضايا التي تواجهنا قضايا الكهرباء في اليمن، هي بحاجة أيضا إلى أن تقوم الجامعات والمراكز العلمية. مع الأسف الشديد نحن حتى الآن ما زلنا ضعيفين في هذا الجانب، لكنني أتمنى على الأساتذة الأجلاء وعلى من يقدموا البحوث أن تكون البحوث قريبة من الواقع، تدرس الواقع حتى تقدم حلولاً ناضجة للمشاكل الموجودة. لأن البعض مع الأسف الشديد بعض الأوراق تقدم أما بنسخ من أوراق سابقة أو بأشياء نظرية خارجة عن الواقع تماماً، عن ما يسمعه في وسائل الإعلام. نحن نتمنى أن البحث العلمي يكون بالفعل مرتبط ببحث حقيقي ميداني للقضايا وطرح الحلول المناسبة لها. ميزة البحث العلمي هو أنه يقدم أكثر من حل، وبالتالي يعطي للسلطة التنفيذية المرونة في اختيار الحلول الناضجة لأي مشكلة مهما كانت، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. نتمنى من جامعاتنا أن ترتفع إلى هذا المستوى. هذه الندوة نعلق عليها آمال كبيرة، وكنا نتمنى أن تكون قد كانت قبل هذا الوقت، لكننا نقدر الظروف التي عاشتها عدن، وبالتالي نحن نقدر ذلك. أود أن أشير إلى نقطة أخيرة، وهي نعت المبعوث الدولي بأنه المحافظات الجنوبية هي مستوطنة للقاعدة. هذا الكلام كلام غير صحيح ومزيف، ويعرف كل الأخوة الأمنيين بأن هناك أدلة دانقة
عندما يستقيم القضاء سنكشفها، وسيعرف شعبنا من الذي يقف وراء هذه الأعمال الإرهابية. أقول لكم أن هذه الأعمال الإرهابية هي مصدر إلى الجنوب، وليست من داخل الجنوب، ولا توجد حاضنة لها في الجنوب. وبالتالي علينا أن نتكلم بنوع من القوة أمام ذلك، وعلينا أيضا أن نكون شجعان في مواجهتها مهما كانت الصعوبات. هنالك يعني وثائق، هنالك إمكانيات، هنالك منهم ممسوكين ومعترفين بأنهم يعملوا تحت خلايا موجودة في صنعاء. وبالتالي عندما يستقيم القضاء، أنا في تقديري أن كثير من الأشياء سوف تكشف لشعبنا، لأننا لا نريد أن نستبق الأمور. القضاء هو الحاكم بين الأمن وبين المجرم، وبالتالي لا يحق لنا أن نتهم أحدا حتى يكون القضاء هو الحكم في ذلك. نتمنى أن نرى القضاء مستقيما قريبا إن شاء الله، ونحن نعمل بكل جهد من أجل استقامة القضاء حتى نستطيع بالفعل أن نوفي لشعبنا، وأن يكتشف شعبنا مدى المخاطر التي تحيط به ومدى المؤامرات التي تحيط به من كل الجوانب. من كل قلبي أتمنى لهذه الندوة النجاح والتوفيق، وأتمنى أن نرى في نهاية هذه الندوة نرى مخرجات لهذه الندوة نستطيع بالفعل أن نستفيد منها. نحن بحاجة في السلطة التنفيذية، نحن بحاجة إلى الدراسات العلمية، نحن بحاجة إلى دراسات تعطينا الطريق لحل كثير من المشاكل. شعبنا عانى من هذه المشاكل وما زال يعاني، ونريد أن نحلها حلولا علمية، حلولا صحيحة، حتى لا نظل ندور في حلقة مفرغة. من كل قلبي أتمنى لكم النجاح والتوفيق، وأتمنى أن نرى النتائج إيجابية.